من أنت أيها الفارس؟ هيا تكلم. أنت ابن السيد أرطغرل؟ ما شاء الله، قلبك قلب أسد كأبيك. أنا لم أرك هنا من قبل أبدا، أخبرني ما اسمك؟ اسمي سونغور تيكين سيد قندوز. قلت سونغور تيكين؟ إذن أنت؟ نعم، عمك سونغور تيكين يا بطلي. تعال. ما شاء الله، أخبرني، أين هي جدتك؟ هيا تعال. يا بني، أيها الجميل، ارتح الآن. أتسمحين لي يا جدتي؟ تعال عزيزي، تعال. ما الأمر غوندوز آل؟ أرطغرل تسبب بمشكلة يا أمي، يتهور ولا يمكن السيطرة عليه، فماذا نفعل أمي؟ ولدي، أمي ولدي، أمي، ولدي، سونغور تيكين يا ولدي، أعطني يدك أمي، ولدي سونغور، صاحب الوجه الأسمر، لتكن روحي فداء لك يا ولدي. رفعت عن قلبي حسرة شوقي لعينيك ولدي. أهلا بك بني. أهلا أمي، أهلا بك. رؤية وجهك أمي أطفأت نار الشوق في قلبي. أهلا بك يا أخي. أهلا بك سيدة حليمة، سلمتي. هل هذا هو سافجي قلب سيدة حليمة؟ نعم، هذا سافجي قلب، فليحفظه الله. آمين. ليكتب الله الخير لهم. آمين. ما شاء الله، ما شاء الله. أيها البطل، افتح هذا الكيس، جئتكم بهدايا. اجلس أخي، كان طريقك طويلا، فلتغسل يديك ووجهك. تعال بني، تعال معي، تعال. تفضل. سلمتي أختي. هاتي ابنتي. بسم الله. سلمتي.
خذ. هاتي عنك أخي. سلمت سيدة حليمة. أين جندكتو ودوندار بني؟ أهما لم يصلا بعد؟ بقيا في القبيلة أمي، سيشاركان السلطان في حملته وسيأتيان بعد انتهائها إن شاء الله. ليبارك الله معركتهم. إذن أين أرطغرل المتهور؟ هل ذهب لصيد الطرائد أم الأعداء؟ خيرا أمي، ماذا يحدث؟ هو ليس في الصيد ولا يطارد الأعداء، بل خرج في مهمة. أمي، سيدة حليمة، ما الذي يحدث؟ يا أخي، بما أنك ستذهب مع 100 فارس إلى سيدنا أرطغرل، ما رأيك أن أتي معك؟ بينما تحاربون أنتم لن أبقى مرتاحا هنا. يجب أن تبقى هنا أخي، إن لم تبقى هنا من سيهتم بأمن القبيلتين؟ تورغوت محق بامسي، القبائل أمانتك والقلعة والسوق أمانتي. سأخرج إلى الطريق، لا يمكننا الانتظار. حسنا يا أخي حسنا، إذن فلتعود سالمين مع سيدنا أرطغرل. إن شاء الله أخي. أتسمح لي سيد أرطغ؟ فلتأتي. سيدي، جاء حاكم للقلعة يدعى جون ألب، وجاء معه الكثير من الجنود. خيرا سيد أرطغ، من حاكم القلعة هذا؟ سنفهم الآن، فلنذهب ولنستقبله معا، فلنرى ما يكون هذا الحاكم. الباب. الأمير سعد الدين. لا أمي، لندع أرطغرل وحده، سأجمع الفرسان حالا وسأذهب وراء أخي. لا سعد الدين ولا السلطان مهبر سيتركانه. بينما يخاطر أخي من أجل دولتنا، لن أجلس في الخيمة أمي. اذهب بني، اذهب ولا تدع أخاك وحده. من أجل دولتنا ومن أجل وحدتنا سوف تراق الدماء وتؤخذ الرؤوس. لا تخشوا أبداً على أرواحكم وعلى دمائكم، هذا ما يليق بأبناء سليمان شاه، فليحمكم الله. سلمت أمي. والسيد تورغوت سيذهب إلى السيد أرطغرل، وقد ذهب إلى القلعة مع بامسي للقاء السيد أرطغ. إذن سأذهب معهم، لن أكون لوحدي أمي، فلا تقلقي. سأتجهز وأجمع الفرسان، سندرك أخي قبل أن تحيط الخيانة به، وسننصر دولتنا. بأمان الله بني.